بعد 6 أيام من العروض ودعت بونا مهرجان الفيلم المتوسطي في طبعته الرابعة وسط حضور لافت للجمهور الذي لم يفوت الفرصة لمشاهدة 70 فيلماً. مهرجان عنابة يعود بعد توقف دام 4 أعوام لاكتشاف الأعمال السينمائية المتوسطية وليعكس إرادة الدولة لبعث وتطوير الصناعة السينماتوغرافية. رأيك لو وعدتك إن ما رح أخلي حدا يموتك؟ الطبعة الرابعة لمهرجان عنابة تميزت بأفلام عرضت لأول مرة بالجزائر وأخرى توثق معاناة الشعب الفلسطيني وبشاعة الاحتلال الصهيوني في إطار برنامج تحيا فلسطين، وهو التفاتة تضامن من المهرجان مع القضايا العادلة. عندئذٍ إننا تحررنا فيما فلسطين. الحضور المتميز لوجوه سينمائية عربية وأخرى تمثل بلدان المتوسط جعل من مهرجان عنابة محطة لتبادل الخبرات في مجال صناعة السينما. طبعة عنابة لهذا العام كانت محطة للحوار والإبداع مثل ما بدأ في سهرة الاختتام التي تميزت بتكريم الفائزين، بداية بجائزة الغزالة الذهبية للفيلم الروائي الطويل التي عادت لفيلم ماتريا للمخرج الإسباني ألفارو جاجو، بينما كانت جائزة التحكيم من نصيب فيلم فرانس فانون للمخرج الجزائري عبد النور زحزاح. وعادت جائزة الفيلم الوثائقي لفيلم سارورا للمخرج الإيطالي نيكولا زامبيري. أما جائزة لجنة التحكيم فعادت للمخرجة الفلسطينية الجزائرية لينا سوالم عن فيلمها باي باي طبرية. مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي تظاهرة فنية للفرجة ومحطة لدعم السينما الجزائرية وفرصة لتصالح عشاق الفن السابع مع قاعات السينما.